الجلابي، الاهلي لاجل التغييرات، عمر سيكو يا لعيب يعطي كوره دراكسلر يظهر، العميد يتقدم، هدف اول للنادي الاهلي، هدف اول للعميد، ياتي بعد عمل ومجهود كبير. شوف 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 عمر سيكو، شوف سيكو مر، سيكو لفو دار، وبعد ذلك وصل التهادات من معتصم ماجد لدراكسلر يضع البصمة. كنت أتساءل متى يضع بصمته، ها هو الآن يضع بصمته، هدف مقابل لا شيء للنادي الأهلي. العميد من أجل الاستمرارية والتقدم.